سبحانه وتعالى: واتل عليهم أيتل يا نبي عليه الصلاة والسلام نبأ نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي أي فيكم وتذكيري بآيات الله أي لكم، فعلى الله توكلت أي معتمدا على الله صادقا واثقا آخذا بالأسباب، فأجمعوا أمركم أي اجتمعوا على قتلي في هذا اليوم ولا تختلفوا واجعلوه ظاهرا، ثم لا تجتمعوا أنتم فقط بل اجتمعوا أنتم وشركاؤكم. ماذا حدث؟ ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا لنوح عليه الصلاة والسلام لأنه توكل على الله.